قبل ما نتكلم في اللي ممكن يلعبوا المباراة دي او الافضل او اللي يكونوا انسب للمنتخب ان هم يلعبوا مباراة تونس، رأيك في الاختيارات ايه الخاصة بمنتخب مصر، سواء اختيارات المحترفين او اختيارات القائمة المحلية الخاصة بفرق مصر بشكل عام في الدوري؟ هل يعني شايف ان في حد مثلا كان يستحق ان هو يكون متواجد، حد ما كانش يستحق ان هو يكون كمان متواجد؟ يعني هنتكلم برضو على يعني ابرز حد كان المفروض يبقى متواجد الفتره ديت، خاصه اداؤه الفتره اللي فاتت دي كان مميز قوي، وهو وليد سليمان. انا شايف ان هو، انا اول مره اشوف يعني من فترات كبيره جدا يكون في اجماع على لاعب ان هو لازم يكون متواجد في المنتخب، ورغم كده الجهاز الفني ما بيختاروش. طبعا كل الاحترام والتقدير للقرارات الفنيه، احنا مش بنشجع اللعيب، احنا بنشجع المنتخب ايا كان مين اللعيبه المتواجده، لكن اول مره نشوف الاجماع ده على لاعب ان هو يكون متواجد، وليد سليمان بالتحديد، ورغم كده ما بيكونش متواجد في منتخب مصر. هل ليك تفسير للجزئيه دي بالتحديد؟ يعني ممكن يكون لي رؤيه معينه، يمكن انا يمكن تابعت الفتره اللي فاتت الاخبار والكلام، يمكن عدم انضمام وليد سليمان الفترة ديت على حسب ما تابعت، يعني ان محمد صلاح هيكون موجود مباراة تونس لكن مش هيكون موجود لمباراة الامارات لو كم لو اتلعبت، لو كانت اتلعبت هي تأجلت. فتقريبا كان الاتفاق ان محمد صلاح يكون في تونس ووليد سليمان يبقى موجود في مباراة الامارات. طب وليه ما يكونش في مثلا يعني بديل لمحمد صلاح؟ يعني هو ده الطبيعي، ده المفروض يعني ده الطبيعي. يعني ده الطبيعي الفتره ديت، خاصه ان انا من وجهه نظري مش شرط كل اللعيبه المميزه او الكويسه تبدا مباريات. تمام، بالعكس، انا في وقت كبير جدا ببقى محتاج البدلاء ومحتاج الدكه بتاعتي تبقى قويه وتعمل لي الفارق اثناء المباراه. فكان يهمني طبعا وليد سليمان ان هو يكون موجود في المنتخب، يعني زي ما انت بتقول، حتى لو ما بداش بيه، حتى لو ما لعبش، وجوده كان هينعكس عليه حتى نفسيا ان هو يكون، خصوصا ان احنا شفنا في مباراتي سواتني، المباراه الاولى اتصاب فيها محمد صلاح، المباراه الثانيه محمد صلاح غاب، فكان ممكن تلجا لوليد سليمان في فتره زي دي. يعني بالظبط، خاصه يعني انا شايف، بقول لحضرتك ان هو جايب لعيبه فعلا، المجموعه اللي اشتغلت الفتره اللي فاتت كويسه، الاختيارات كلها تمام. انا ما عنديش مشكله في الاختيارات. ما عندكش اي تعليق على الاختيارات؟ لا، ما عنديش مشكله في الاختيارات، خاصه ان انا يعني انا محتاج في الفتره ديت ان انا اعمل جيل تاني وابدا اقاوي المنتخب، وابدا من بدري قوي ان انا اركز على مجموعه اقدر العب بيها وتقدر تستمر معايا لفترات طويله، خاصه ان انا عندي معظم اللعيبه الكبيره يعني اصابات، وبدات برضو المستوى ما بقاش ثابت، فيمكن الفتره اللي جايه ديت محتاجين نشتغل على الحته دي كتير، محتاجين يبقى عندنا صبر، مش منتخب مصر بس، حتى الانديه اللي بتلعب في افريقيا والانديه اللي هي بتنافس في بطولات قاريه، محتاجين ان احنا نصبر عليها، محتاجين ان احنا نقف وراها بشكل كبير جدا وبشكل قوي. انت في فتره انا شايف ان اختيارات حتى اي نادي اختياراته في ان هو يجيب لعيبه جاهزه او لعيبه مؤهله بقت صعبه جدا في الفتره دي، مش زي زمان، خاصه ان انت عندك معظم منتخبات الناشئين ما كملتش، فانت ما عندكش اللعيب اللي هو لعب تحت ضغط الاحتكاك الدولي، وخلي بالك ده بيفرق جامد جدا في المنافسات او في البطولات اللي هي القاريه، اذا كان مع الانديه او المنتخب. لو ما عندكش لا جيل يقدر يتعامل تحت الضغط دوت ويبقى عنده الثقه ان هو بيلعب بره في افريقيا في اجواء مختلفه بشكل مختلف، ده اللي مخلي الموضوع صعب جدا الفتره دي. يعني ده انا شايف من وجهه نظري اختيارات حتى الانديه اللي بتلعب بطولات زي النادي الاهلي كذا بطوله في السنه، اختياراته بتبقى صعبه جدا، ان هو بيبقى محتاج لعيب بمواصفات خاصه. طبعا فانا شايف ان الموضوع ده صعب جدا في مصر دلوقتي، موضوع كبير جدا، يمكن انا اتكلمت معاك فيه قبل الهوا، اللي هو قطاع الناشئين.
ده هنلجأ هنروح نتكلم عن قطاع الناشئين، بس خلينا نخلص المنتخب الأول. شايف إن هو يلعب بالتشكيل اللي هو مقتنع بيه أو ولا يجرب فيه مباراة زي مباراة بتاعة تونس ملهاش حسابات أنت عايزها معينة، أو أنت خلاص تأهلت بشكل رسمي لنهائيات الأمم الأفريقية؟ لا، أنا شايف إن هو لازم يلعب بالتشكيل اللي هو هيستمر بيه، أو الناس اللي هي يعني اللي هو إيه، أنا بعمل هيكل للفرقة، فالطبيعي لازم العب بالناس اللي انا هقدر اللي انا اللي هعتمد عليها اللي انا هعتمد عليهم الفتره اللي جايه، وابدا اشتغل عشان انا محتاج ان هو يحفظ طريقتي، محتاج ان هو يحفظ شغلي، زائد ان انا مع احترامي مش هجرب في مباراه تونس حتى لو انت مش محتاج من حتى لو انا مش محتاجة. لا طبعا، يعني المباراه محسوب عليك ومهم جدا ان انت تعمل نتيجه ايجابيه، ومهم جدا ان انت تدي الانطباع للناس ان المنتخب قوي، فالطبيعي ان انت تشتغل بمنتهى الجديه، بتشتغل بالشكل اللي انت هتستمر بيه، طريقه اللعب اللي انت هتلعب بيها او اللعيبه اللي هتكون معاك لازم تستمر، لازم تستمر بيها، ولازم تلعب بالشكل اللي انت هتكمل بيه. ده مهم جدا، والمباراه زي ما قلت لك محسوب عليك نتيجا واداء وشكل، والمباراه في القاهره بالظبط. فلا، يعني انا شايف ان انت لازم تاخد